وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور إكرام، كيف قرأت قرارات محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي؟ هو طبعا قرارات محكمة العدل الدولية هي خطوة على الطريق الصحيح، وهي خطوة نحو تحقيق العدالة. أنا بس عاوز ألفت النظر أن هذا ليس الحكم النهائي، يعني بمعنى آخر يجب أن نفرق بين الحكم في الدعوة المرفوعة من جنوب أفريقيا والتي انضمت إليها عدة دول وبين الحكم النهائي. الحكم النهائي قد يستغرق فترة زمنية معينة، إنما الآن نحن إذا تدابير مؤقتة من جانب المحكمة حتى لا يحدث ضرر لا يمكن إصلاحه. دي خطوة إيجابية، يعني المحكمة قررت من هذا الحكم المؤقت إلزام حكومة إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات وعدم الإضرار بالمدنيين، وإن إسرائيل عليها التأكد، ودي نقطة مهمة قوي، من أن جيشها لا يرتكب الأعمال المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، نعم، واتفاقية منع الإبادة الجماعية هذا لمدة شهر. تمام، ضمان توفير احتياجات الإنسانية لسكان قطاع غزة، وأن تقدم إسرائيل، ودي يعني أهم ما في الموضوع في هذا القرار، أن تقدم إسرائيل خلال فترة زمنية قدرها شهر تقرير عن الإجراءات التي اتخذتها لتحقيق ذلك، تقرير تقدمه إسرائيل إلى المحكمة. إذن المحكمة باتخاذها هذه التدابير المؤقتة بتحاول أن تواجه كارثة أو تواجه ما يطلق عليه بتعبيرات المحكمة الضرر الذي لا يمكن إصلاحه. طب كيف تتوقع السيناريوهات خلال الأيام المقبلة بشأن العدوان على غزة ونظر الدول العالم خاصة الدول الحليفة والصديقة لإسرائيل بعد تلك الإدانة الرسمية التي يعني وصمت جبينها للأبد؟ بالتأكيد يعني إن حكم المحكمة في تقديري قد لا يكون موجه إلى إسرائيل فقط، وخصوصا الحكم النهائي عندما يصدر، نحن حتى الآن إزاء تدابير مؤقتة، إنما الحكم هذه التدابير المؤقتة وإلزام إسرائيل بها هي أيضا فيها إدانة لإسرائيل، وإدانة أيضا لمن يقف خلف إسرائيل في هذا العدوان. ثم متوقع أن الحكم النهائي أيضا عندما يصدر سيمثل وجهة النظر الدولية إزاء هذا العدوان الإسرائيلي، وأن المجتمع الدولي الذي سكت خلال هذه الفترة المنقضية قرابة 4 شهور، المجتمع الدولي سيكون له موقف مختلف عقب صدور حكم محكمة العدل الدولية لهذا الإطار. طب المدة الزمنية التي يعني سيتم اتخاذها وصولا إلى القرار النهائي للمحكمة أو الحكم النهائي؟ تمام، هو شوفي حضرتك، احنا الآن إزاء هذه التدابير المؤقتة، ودي اتخذت يعني في فترة زمنية خطيرة للغاية، هو مهلة إسرائيل لمدة شهر للرد. أما الحكم النهائي فقد يستغرق يعني فترة زمنية أطول، لأن هيبقى في دفوع وفي حجج قانونية وفي إثباتات على الجرائم التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة، وفي توثيق لهذه الجرائم، ثم هناك أيضا في دفوع من جانب إسرائيل، وإحنا عارفين طبعا أن المنطق المعهود دوما هو الذي تتبعه إسرائيل، إنما من المرجح أن المحكمة ستتخذ الحكم بما يحقق فكرة عدم قبول الإبادة الجماعية، وفكرة أن يدفع المعتدي ثمن أخطائه أو ثمن اعتدائه، وأيضا أن ده يبقى خطوة مهمة على طريق الحل السياسي وإنشاء الدولة الفلسطينية، نعم، وفقا لقرارات الشرعية الدولية. دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.